بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم اصدقائي في قناه عالم اطفال. النهارده ان شاء الله جايبه لكم فانوس حلو قوي للبنات. زي ما انتم شايفين فانوس الاميره صوفيا، طبعا الشخصيه اللي البنات بيحبوها جدا بفستانها الجميل وشعرها الحلو ده. زي ما انتم شايفين ادي العلبه بتاعتنا، هي بتتكون من جزئين زي ما مرسوم على العلبه اهو. تعالوا بقى نفتح ونشوف الفانوس بتاعنا من جوه شكله عامل ازاي. اهو يا اصدقائي الفانوس بتاعنا بيتكون من جزئين، ادي الجزء بتاعه الاول وادي الجزء الثاني. نخلي الكرتونه بتاعتنا كده. ادي الاميره صوفيا بتاعتنا الحلوه، وادي فستانها الجميل. طبعا هي بتتركب ليها مكان، بتركب فيها من فوق هنا اهو، تثبت عليها من فوق كده، فيها حجر من تحت تركب من هنا. تعال نشوف هتاخد كام حجر. هتاخد 3 احجار نركبها ونشوف الفانوس بتاعنا النهارده يغني يقول ايه. اهو طبعا الفوانيس بتاعتنا اللي كانت قبل كده دي للولاد، اما الفوانيس الحلوه دي للبنات. اهي اصدقائي الفوانيس بتاعنا ده طبعا بينور في الضلمه. في طبعا هنا زي بتاع المدوره دي اللي شفناها بكده في الفانوس بتاعنا اللي هو بتاع الدوده، العجل بتاعها هنا بيمشي، فانا همشيها على الارض واوريها لكم. رايكم يا بنات في الفانوس بتاعنا النهارده، فانوس الاميره صوفيا؟ يا رب فانوسنا النهارده يكون عجبكم، جميل جدا في رمضان وبينور في الضلمه من هنا زي الاباجوره كده. لو عجبكم الفيديو النهارده يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونشغل الفانوس بتاعنا ونشوف هيشتغل على الفرشه.